قال لك سعيد خلي قول Thank you.
واجبدها، جبد لي النقطة القانونية واجبدها. جبد لي أنت اللي غادي نسب عليه باش
مش بدالك هاي مش بدالك. الله يخليك. دابا قبل ما نشرف النقطة الأولى كاين الله يخليك السيد الرئيس السيد سمح لي الله يخليك السيد الكاتب العام الله يخليك السيد الكاتب الجسد الله يخليك غير باش قبل ما نبداو في شؤون الأمان خصو نقرا سوري بوزيسيون ديال توسكي في الممتلكات ديال الجامعة. المتعلق بنظام الأملاك العقاري للجماعة الترابية التي تنص على إجبار مجلس التغييرات الطارئة على سجلات أملاك الجماعة يشرفني اطلاع المجلس على ما يلي: بالنسبة للملك الخاص تم نقل ملكية مجموعة من التجهيزات العمومية لملك الجماعة سلمت لها في إطار استفادة بعض المعيشين العقاريين من رخصة استثناء في التعمير وتم تسجيلها بسجل محتويات الأملاك الجماعية الخاصة كما يلي: العقار برسم عقاري عدد 26 رعور عنايه 1965 تخصيص روض الأقفار سجل تحت عدد 45 بسجل محتويات الأملاك الجماعية الخاصة. العقار برسم العقاري عدد رعور عنايه 467 على 26 تخصيص قاعة رياضة سجل تحت عدد 46 بسجل محتويات الأملاك الجماعية الخاصة. العقار برسم العقاري عدد 26 4565 تخصيص دار للشباب سجل تحت عدد 48 بسجل محتويات الأملاك الجماعية الخاصة. العقار برسم العقاري عدد 26 50051 تخصيصه مقرا جماعيا سجل تحت عدد 49 بسجل محتويات الأملاك الجماعية الخاصة. العقار برسم العقاري عدد 26 50486 تخصيصه مركزا للشرطة سجل تحت عدد 50 بسجل محتويات الأملاك الجماعية الخاصة. العقار برسم العقاري عدد 82917 على 26 تخصيصه مركزا لتصفية الدم سجل تحت عدد 51 بسجل محتويات الأملاك الجماعية الخاصة. العقار برسم العقاري عدد 72696 تخصيصه مركزا صحيا سجل تحت عدد 52 بسجل محتويات الأملاك الجماعية الخاصة. بالنسبة لملك العام تم نقل ملكية 5 قطع أرضية نزعت ملكيتها من طرف الجماعة قصد إنجاز مجموعة من الطرق العامة. الطريق العمومية 125 أسس لها رسم عقاري عدد 26 120 045 سجل تحت عدد 38 في سجل محتويات الأملاك الجماعية العامة. الطريق العمومية 124 والمضارع 182 أسس لها رسوم عقارية عدد 120042 على 26 120046 على 26 120043 على 26 سجلت تحت عدد 35 بسجل محتويات الأملاك الجماعية العامة. مدار مدخل الضفة أسس لها رسم عقاري عدد 120044 على 26 سجلت تحت عدد 46 بسجل محتويات الأملاك الجماعية العامة. شكرا شكرا سي الكاتب. ننتقلوا الى جدول الاعمال. لا النقطة الثانية أتمنى من كل مستشار أن لا يتكلم عن الجميع، لأن حتى شي مستشار هنا لا يقوم مقامي ليتكلم باسمي ويقول المستشارين المستشارين، يبدا يبيع على راسه. وشكرا. شكرا سي كتوزي سي حميد. السلام عليكم. هذا الرئيس